بالنسبة للأرقام، لو عندي رقم تليفون، رقم طويل لأي سبب، يا ترى ازاي اتذكره؟ خدوا بالكم ان في جواسيس سبحان الله، يعني بيبقى شغلتهم ان هم من اول لقطة يحفظ الرقم، من اول لقطة يحفظ العنوان، يحفظ كل المعلومات عن الشخص اللي قابله في لحظات وفي ثانية ولا يمكن ينساه. طبعا الاساليب دي كلها بتستخدم بحيث ان عنده ذهن صافي تماما وبيركز ينصت، مش بس يسمع، الانصات اهم من السمع، ويستخدم هذه الاساليب. الاسلوب بالنسبه للارقام سهل خالص، ان انا عندي رقم مكون من 10 ارقام مثلا، يعني مجموعه ارقام متتاليه، هقسمها اتنينات، كل اتنين اربطهم بشيء معين، زي ما قلنا عمليه الربط او الاسوشيشن هو ده الوسيله. يبقى كل اتنين، كل رقمين اربطهم بشيء، مثلا اول رقم مثلا 12 مثلا اربطه ب مثلا عنواني 12 شارع كذا، في النص الرقم وراه مثلا 96 او 66 مثلا 66 اربطه بعمر مثلا الجده، الرقم الاخير مثلا 23 اربطه بسن ابني، وهكذا. يعني عمليه اختراع في النهايه، ان انا هحول الارقام دي الى عنواني، جدتي، ثم ابني، ثم وهكذا، تبقى عمليه اسماء معينه هتربطني بحيث ان انا ابتدي ارجع استرجع الرقم من عن طريق الايه، عمليه الربط بشيء اخر. افرض بقى رقم طويل قوي قوي قوي، ايا كان طوله، دايما هقسمه لاتنينات، ممكن اربطه بشيء اخر برضو، بحاجه تاريخيه، 23 اقول 23 يوليو، وهكذا. كل شيء بقى باي حاجه اشتهرت بيها ابتدي اربطه.